وزارة الفنون بمناسبة مرور 30 عام على انطلاقتها، والرسالة الصوتية الأخيرة التي بعثها الفنان السوري الراحل مروان قصاب باشي إلى الفنانين الشباب في آخر أيامه. بعد النقاش راح يكون حوار مفتوح بيننا وبين بعض، وندعو الأستاذ محمد يدير الحوار بوجود الأستاذ عدنان وبوجودكم جميعا. أدعو الآن الأستاذ خلف العامري لقراءة قصيدة إلى شاعر شاب للراحل محمود درويش. مساء الخير. القصيدة إلى شاعر شاب محمود درويش. لا تصدق خلاصاتنا وانسها، وابتدئ من كلامك أنت كأنك أول من يكتب الشعر أو آخر الشعراء. إن قرأت لنا فلكي لا تكون امتدادا لأهوائنا، بل لتصحيح أخطائنا في كتاب الشقاء. لا تسل أحدا من أنا، أنت تعرف أمك أما أبوك فأنت. الحقيقة بيضاء فاكتب عليها بحبر الغراب، والحقيقة سوداء فاكتب عليها بضوء السراب. إن أردت مبارزة النسر حلق معه، إن عشقت فتاة فكن أنت لاهي من يشتهي مصرعه. الحياة أقل حياة، ولكننا لا نفكر بالأمر حرصا على صحة العاطفة. إن أطلت التأمل في وردة لن تزحزحك العاصفة. أنت مثلي، ولكن هاويتي واضحة، ولك الطرق اللانهائية السر نازلة صاعدة. قد نسمي نضوب الفتوة نضج المهارة أو حكمة، إنها حكمة دون ريب، ولكنها حكمة لا غنائية الباردة. ألف عصفورة في يد لا تعادل عصفورة واحدة. ترتدي الشجرة القصيدة في الزمن الصعب زهر جميل على مقبرة. المثال عسير المنال، فكن أنت أنت وغيرك خلف حدود الصدى. للحماسة وقت انتهاء بعيد المدى، فتحمس تحمس لقلبك واتبعه قبل بلوغ الهدى. لا تقل للحبيبة أنت أنا وأنا أنت، قل عكس ذلك ضيفان نحن على غيمة شاردة. شذ شذ بكل قواك عن القاعدة، لا تضع نجمتين على لفظة واحدة. وضع الهامشية إلى جانب الجوهري لتكتمل النشوة الصاعدة. لا تصدق صواب تعاليمنا، لا تصدق سوى أثر القافلة. الخلاصة مثل الرصاصة في قلب شاعرها حكمة قاتلة. كن قويا كثور إذا ما غضبت، ضعيفا كنوار لوز إذا ما عشقت. ولا شيء لا شيء حين تسامر نفسك في غرفة مغلقة. الطريق طويل كليل امرئ القيس، سهل ومرتفعات ونهر ومنخفضات. على قدر حلمك تا
تمشي وتتبعك الزنبق أو المشنقة. لا أخاف عليك من الواجبات، أخاف عليك من الراقصات على قبر أولادهن، أخاف عليك من الكاميرات الخفيات في سرر المطربات. لن تخيب ظني إذا ما ابتدعت، لن تخيب ظني إذا ما ابتعدت عن الآخرين وعني، فما ليس يشبهني أجمل. الوصي الوحيد عليك من الآن مستقبل مهمل، لا تفكر وأنت تذوب أسا كدموع الشموع، لا تفكر وأنت تذوب أسا كدموع الشموع بمن سيراك ويمشي على ضوء حدسك. فكر بنفسك، هل هذه كلها؟ القصيدة ناقصة والفراشات تكملها، لا نصيحة في الحب لكنها التجربة، لا نصيحة في الشعر لكنها الموهبة. وأخيرا عليك السلام. للشباب الأخلاص لفنون، وما يتأثروا بالحركات الفنية السريعة اللي بتروح، يحاولوا يعبروا عن نفسهم بالأول السنوات، بعد السنوات اللي تليها شوي شوي تظهر شخصيتهم، تظهر رسالتهم بالفن. الفن كمان رسالة. لا أرى أن شعرية وصايا درويش ونثرية رسالة مروان ستفرق بين مستواهما وجوهرهما، بل الرؤية التي ترافق الحداثة ويعطيها منظورها المتجدد المتجاوز. أدعو الأستاذ محمد العامري لإدارة الجلسة. مساء طيبا. الفكرة اللي بني عليها الكونسيبت فكرة مفارقة ومستفزة، تجمع ما بين الفعل العاطفي، الفعل التاريخي ومفهوم الوصية. وإذا سمحت لي راح أحكي عن مسألة بسيطة عن الوصية. دائما هناك طرفين في الوصية، الموصي والموصى إليه، ودائما الوصية الخيط بينهما بين المرسل والمستقبل هو خيط الحرص والحب. ودائما مرجعية الوصية مبنية على الخوف وليس على الاطمئنان. فلذلك يعني إذا رجعنا لريلك الألماني نجد بأن وصاياه كانت مشفوعة بالموت أو مهجوسة بالموت، لأنها جاءت تحت ضغط بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. وأشار إلى ذلك عبد الكبير الخطيبي طبعا في كتابه بعتقد اسمه نبوءات الصمت، وفيما بعد أيضا أشار إلى شرب الداغر وكثيرين لأهمية هذه الوصايا. فهناك وصايا مهموسة ووصايا صائتة ووصايا صامتة، وكل هذه الوصايا هي مبنية على فعل الفقد أو الخوف من الفقد. فإذا تتبعنا ما سمعناه من قصيدة محمود درويش الوصية إلى شاعر شاب، يذكرني هذا القول بأحد المقاطع بالشاعر الأفريقي سنغور عندما قال: كن أنت سيعتادونك. وهي تهجيس
بالذهاب إلى الإصغاء إلى الذات، وأن تكون أنت لا غيرك. وكل مجمل القصيدة يقول لهذا الشاعر الشاب: تصرف كما لو أنك آخر شاعر، وتصرف كما لو أنك لأول مرة تكتب الشعر، ولا تأبه بما فعلناه، ولا تكرر، لا تكن صدى. وأيضا هناك وصية بين الأب وأبيه وابنه لمحمود درويش في لماذا تركت الحصان وحيدا. فكل الوصايا مبنية عادة على فكرة الفقد والخوف، وكيف لا، ومحمود درويش هو الرمز العالي لفكرة الوصية نفسها. الوصية أول شيء سواء كانت فردانية أو وصية جمعية، وغالبا ما تبدأ الوصية لدى محمود درويش من مدائح لحصار البحر عام 1982 إلى هذه، لحد ما رحل، وهو يوصي بفكرة الوطن ويقول الأب لابنه: اقترب، التصق بالتراب لتنجو. وهذه دلالة واضحة على الالتصاق بذرات موطئ القدم اللي هي ذاكرة المشي وذاكرة الطفولة وذاكرة الظلال وذاكرة كل الإيقاعات والروائح للوطن المفتقد قسرا. لا أريد أن أقوم بمحاضرة عن الفكرة، ولكن سأترك المجال لمن أراد أن يتساءل أو يسأل أو يداخل. أستاذ محمد، لا نصيحة في الحب لكنها التجربة، لا نصيحة في الشعر لكنها الموهبة. لنعود للموهبة في الفن والأدب. نعم. يعني أوكي. أنا نسيت يمكن ما أذكر أيضا مروان قصاب باش، صديقي أيضا، ويعني التقيته في أكاديمية الفنون الصيفية في دارة الفنون اللي أسسها في منتصف التسعينيات من القرن الفارط، وكان حريص جدا على أن يلقي بخبراته لأشخاص موهوبين أيضا لم يحظوا بهذه الخبرات إلا من خلال استدعاء دارة الفنون لهم من غزة ومن فلسطين ومن جميع أنحاء الوطن العربي، حتى يتجمعوا في بقعة واحدة هنا في أرض الكنيسة بتذكر وفي أروقة الدارة، حتى يعني يبث هذه الرسالة فيهم. وهذه الرسالة سمعناها قبل شوي وهو على فراش الموت، يعني هذا آخر ما تقطر من فمه من كلام لتلاميذه عن الفن كرسالة، وهي رسالة مقدسة ذات أبعاد، أول شيء نفسية، أبعاد فلسفية، أبعاد وجودية، أبعاد جمالية. وأيضا أرجع لمسألة اللي أشار إلى محمد عن الموهبة، يعني القصيدة مش بين إيدي، مش حافظها، بس ممكن من الممكن جدا أن أتذكر بأنه هي الإصغاء للذات أولا والانتصار للموهبة. محمود درويش وغير محمود درويش طيب ماشي النظارة طيب اسمح لي أستاذ محمد. نعم. القصيدة بيحكي الشاعر: شد لكل قواك عن القاعدة، لا تضع نجمتين على نقطة واحدة، وضع الهامشية إلى جانب الجوهري لتكتمل النشوة الصاعدة. هو هون عم بحاول يوازن بين الجوهري والهامشي، عم بحاول يعطي قيمة للهامشي في كثير من الوقت. اسمح لي، وفي نفس الوقت في رسالة مروان للفنانين الشباب بيطلب منهم التفات للتجارب والظواهر اللي بتزول، ويركزوا على فنهم اللي بيعبر عن هويتهم وبيعبر عن ذاتهم، لأن هاي التجربة الصادقة في اعتقاده. نعم. هو الهامش والمتن، الهامش كثير من الأحيان يكون الهامش هو المتن، والمتن هو هامش حسب ضرورة وجود يعني هذه الحالة. في مثلا نجد في فلسطين، مثلا في غزة، أو الحالة الفلسطينية إجمالا، الحالة الفلسطينية إجمالا، المتن الذي يعتبره الآخر
ربما هامشا، فهو متن لسبب بسيط. اولا انا كتبت كتاب، اخر كتاب لسه ما صدر، اسمه المرود والمكحلة، حول مقاومة اللوحة الفلسطينية ومفرداتها ودلالاتها، دلالات المفردة هي جزء من التعبير السلمي الحنون القاسي عن محاولات مستمرة لاسترجاع الذاكرة، الذاكرة طبعا بمفهومها العالي، بمفهومها الواسع. فالمتن والهامش محمود درويش هنا يركز أيضا على مسألة واحدة، اللي هي الانتصار للإبداع، أن تصغي لذاتك وتصغي لرائحتك. فما فعل الفرنسي ربما تستفيد منه ولكنه لا يمثلك. فأنا بحترم إياد صباح اللي عمل من مواد بسيطة في غزة منحوتات على البحر من الخيش ومن الجبصين، وكانت منحوتات حية تتوائم وتحاكي أيضا الخرائب التي حدثت في جراء القصف الإسرائيلي، وكانت جزء من هاي الرحلة البصرية النحتية الفنية اللي استطاعت أن تصل ما بين أثر العدوان وما بين الذي سجل هذا العدوان بطريقته كذاكرة أخرى. فدائما بقول أنا إنه الإصغاء للذات هو الإصغاء الأساسي للتميز، لأنه لا يمكن بأي صورة من الصور أن يشبه محمود درويش مثلا آرثر رامبو أو يشبه ريلكا. إذا كان حقيقيا يصغي لذاته فقد أنتج مفردات جمالية لها علاقة بعاطفته ومشاهداته الطفولة وذاكرته. والأفريقي يختلف عن الساحلي، والساحلي يختلف عن ابن الصحراء. فكلما أصغينا لذواتنا كلما أنتجنا إبداعا مميزا يخص الحالة الصادقة أو صدقية الحالة. أستاذ محمد، أستاذ حسين، أهلا. يعني أنا بدأ أروح على منطقة ثانية مختلفة تماما. يقال إنه الأموات يحكمون الأحياء. الأموات يحكمون الأحياء. وبتقدير إنه محمود درويش حينما كتب هذه القصيدة وأودعها في يد الشباب لم يخلو الأمر من سلطة ما يريد أن يبقى الشاعر، هو يريد أن يبقى محمود درويش، هي معادلة الحضور والغياب. هو وإن كان يعني بصورة من الصور يريد أن يورث أو يفتح الباب أو يترك النافذة للشاعر، إلا أنه كان يقصد محمود درويش الذي يستمر في الحياة بمتناولات الشعر الذي يمكن أن نشاهده في يعني في كثير من الساحات الثقافية العربية. كل يوم بنشوف يتوالد محمود درويش، ذلك لأنه يعتقد أن محمود درويش قد قصده في هذه القصيدة ليبدأ من جديد. لكن محمود درويش بلغ من الذكاء والحيلة الشعرية، طبعا هي احنا يعني الاحتيال ولا هذا هي احتيالات شعرية، أن يضيف إلى عمره إلى الأبد. وشكرا. أستاذ حسين تسمح لي، بس هو بيحكي كن أنت ولا تقلدنا في القصيدة، وحين تقرأ أنه هو عم بيحاول يوجهه لأنه يقرأ التجارب ويستفيد منها ويعيشها حتى تكون امتداد لإلنا ما تكون إحنا. ممكن بس نحول السؤال للأستاذ عدنان يحيى عشان يشركنا ونسمع شو رأيه. تفضل. والله أستاذ محمد كنت أهلاً عدنان، أهلاً كيف حالك؟ الله يسلمك. قلت والله حابب يعني أشوف العلاقة بين الأستاذ مروان وبين طلابه. يعني محمود درويش يمكن له قضايا أخرى، بس يعني طلاب أستاذ مروان
حاب أشوف كيف كانت العلاقة بين الطلاب وبين خاصة في أكاديمية إدارة الفنون. وإحنا وجهنا الدعوة للطلاب لكن للأسف بسبب الجو إنه اللي لبى دعوتنا الأستاذ منجد قاسم هو من طلاب مروان. وممكن منجد يوضح لنا أو يحكي لنا عن هاي التجربة بعد إذنك. تفضل. مساء الخير. تجربتي مع مروان كانت أول الأكاديمية أول سنة 99. مروان كان يعني شخص يعني أنا لما دخلت مع مروان كنت خريج جديد من البكالوريوس، يعني حاول مروان إنه يبعدنا تماماً عن الأكاديميات وال وكل اللي أخذنا في الجامعة دخلنا بعالم ثاني بعالم آخر، عالم مليء بالحب، حب اللوحة، حب اللون، علاقة الفنان بذاته. دائما كان يركز سيد مروان على الاستمرارية في الفن، على شيء ثاني التركيز دائما على البحث في الذات، على أقصى درجات، يعني تبحث لذاتك حتى تكون صادق تماما في اللوحة، ما تكون زي ما تفضل صدى لغيرك. فكانت تجربة كثير مليئة في المفعمة بالحيوية بالحب في عشق الذات، دائما كان يركز في الموضوع هذا. فتجربة كانت جميلة جدا، هي كانت فترتها يا دوب شهر بس كانت بالنسبة لي عادلت يعني فترة البكالوريوس أو ممكن أكثر. ولحديث الآن وتجربتي مع مروان صداها دائما بعيشه، يعني إشي كان رائع جدا في مسيرتي الفنية. بشكره وروحه طلبة الرحمة الله يرحمه. أستاذ منجد عندي سؤال، هل كان مروان يحاول أن ينتج مروان آخر من الشباب ولحاول يكسر القاعدة هاي وكان ضد أنهم الشباب يقلدوا المعلم ويظلوا في جلباب المعلم؟ هو على العكس تماما، كان دائما يحفزنا على البحث في ذاتك أنت، ما تكون يعني في جوز عدد من الفنانين كانوا من كثر حبهم لمروان حاولوا انه شوي يكونوا يعني نماذج عن مروان، بس هو كان يكره كثير هاي الشغله انه حاول يعني يكسر هذا الموضوع من ناحيه التركيز على البحث زي ما حكيت انه في ذاتك انت، باللون، بالتكوين، بشكل عام يعني بشكل اللوحة الكامل. فسيد مروان هذا أكثر إشي كان يركز عليه إنه دائما يبحث عن ذاته. اسمحوا لي أنقل السؤال للدكتور جهاد العامري. دكتور جهاد العامري، ممكن تحكي لنا عن التجربة كطالب وبعدين كأستاذ في كلية الفنون في الجامعة الأردنية لو سمحت؟ يعني أنا بالنسبة لي عطفا على ما تفضل فيه صديق حسين نشوان، في سؤال انه هل واجب توريث التجربة بوصية للفنان الشاب ام ان على الفنان الشاب الخوض في التجربة وانتاج وصايا لذاته؟ كثير من الاحيان نرى بان كمعلم او كاستاذ في كليه الفنون او بدرس الفن، في طلاب اكيد مسكوا شخصيه الاستاذ وهم كثر عند الاستاذ مروان قصاب. كثير من الفنانين خرجوا من عباءه مروان قصاب باشي، لكن السؤال الاهم هل نحن ك مثقفين أو كفنانين شباب أو كشعراء شباب بحاجة لهذه التركة من الوصايا
وصايا الموتى مع احترامي الشديد لهم ولتجاربهم. هل من الممكن نأخذ هذه الوصايا ونذهب في وصايانا الخاصة ضمن تجاربنا الحالية أم لا؟ هذا سؤال ممكن يكون إشكالي، ممكن يفتح باب الحوار بشكل أوسع وبشكل عدم التغني بالوصايا كشيء مقدس. لا شيء مقدس باعتقادي الشخصي في التجربة الإنسانية. شكرا. أستاذ نزار عندك شكرا. شكرا. يعني راح أبدأ من ما ذكره الأستاذ جهاد، وأيضا بالعودة لما ذكره أستاذنا الكريم في قضية إنه الوصية هي مسكونة بالخوف بالدرجة الأولى. إذا بعود للأستاذ جهاد، إنه يعني هل يحق لك أن تورث الخوف للآخر في وقت نحن في أزمان يعني إنجاز الجمع تحتاج إلى الخروج عن النمطية وعلى المقدس؟ لأن وجدنا كل المقدسات الموجودة أو الدارجة أو المشاعة أنها هي ديناميت الكارثة، وبالتالي هل يحق لنا أن نورث المفهوم كما تورث العهد الخامس عندنا وإلى آخره؟ وفي عالم يورث كل شيء يعني، وبالتالي هل هنالك وحدة بالأصل؟ هنالك وحدة مصطلحات أو مفاهيم حتى نقول أننا نستطيع يعني أن نجزم بأن ما نقوله هو عين الحقيقة، أو أنه سيفضي يعني للخلاص بالنسبة للشخص أو للآخرين؟ هذا جانب. الموضوع الذاتية، يعني مثل ما ذكرتم أنت عن الأستاذ قصاب، يعني هلا الإيمان بذاتيتك أو بمعنى الرجوع لذاتيتك، أعتقد أن الهدف منها هو أن تكون صادقا في تشخيص فهمك أو همومك أو رؤاك أو كل التفاصيل الخاصة بك. وهذا لا يعني أن يعني أنا يعني أتفق مع ذلك، لكن هذا لا يعني أننا نهيئ الفنان أو الكاتب للخروج من الذاتية إلى الجمع إلى العامة. هلأ نحن في الفن، وبتذكروا الجدلية التاريخية اللي كنا نتحدث فيها من البدايات وإحنا صغار، أو أول ما تعلمنا قضايا التفكير بأنه الفن الحياة ولا الفن إلك ولا الفن، وهي الجدلية الطويلة إلى آخره. بمعنى دقيقة، بديش أطيل كثير بس دقيقة، إنه هل يمكن إنه في موضوع الوصية أضمن بأنه بالمفهوم اللي تحدثت فيها سواء قصاب أو غيره، أنه أنا أخرج الشخص من ذاتيته إلى التفكير إلى الشيء إلى الفضاء العام؟ يعني هل نجزم بذلك أو نخاطر؟ شكرا. يعني هو أستاذ نزار درويش بيحكي في القصيدة الوصي الوحيد عليك من الآن مستقبل مهمل. هون تستكمل الوصية دورتها ناس في وصفها وضرورتها، وبطل في قواعد لل موضوع ولا للشعر ولا للأدب، وبصير هون لا في أب للإبداع ولا في غير القواعد اللي أنت كمبدع أو كصاحب هاي التجربة بتخوضها وبتعيشها بصدق. هون إنك تعيش في جلباب المعلم أو تنقل تجارب الآخرين، فهون شوي اختلط الموضوع وخرج الإبداع من الصدق وراح لمحل تاني. هذا في اعتقادي أنا. لا مو لازم هيك، لازم هيك، لا أبيض لا أسود، الحياة يا أبيض يا أسود. طب تذهب بعيدا في الوصايا للوصايا الجازمة أو عمليات التسليم أو لا؟ إحنا قبل الوصية المهم، هل المكان اللي إحنا فيه هو المكان الصح؟ هل الإنسان أخذ وصيته صح؟ بحكي لك إذا إحنا أخذنا الوصية زي ما هي وتعاملنا معها فصار عندنا في وصي وإحنا لازم نعيش في جلباب هذا الوصي، لكن هو بيدعونا إذا كان درويش أو مروان للخروج من هذا الجلباب ونوجد أنفسنا وين ما إحنا. ويمكن هون بدي أوجه السؤال للشباب اللي شاركونا في معرض 30، أحمد، دانا، تالا، ياسمين، مين عنده شيء بيحب يضيف؟ ما حدا؟ يا خسارة. ليش؟ بس أنا بدي أعقب على بس. طب نعطي شغلتين. تفضل أستاذ محمد. يعني الأستاذ سأل سؤال مركب، السؤال اللي سألته أو المداخلة
هو مش سؤال، المداخلة اللي حكيتها فيها حوالي 7 أسئلة، وأنا حكيت فعلا اللي هي الوصية مبنية فعلا على الخوف، وفيها جانب أبوي حقيقة، يعني فكرة الوصية فيها جانب أبوي، ويعتقد الذي يوصي للموصى إليه بأن هذه الخلاصة هي الحقيقة، يعني فيها وهم، وهم الحقيقة الذي سيورثها للآخر من باب أنها هي الصواب والطريق الحقيقي، ولكن الوعي في استقبال الوصية هنا يبدأ الإبداع. ووعي درويش حكى عنه الأستاذ حسين نشوان أن هناك أبوية، نعم لا يوجد، يعني لا أعفي محمود درويش من هذه الأبوية في طريقة وصيته بهذه القصيدة، ولكنه ذكي جدا بحيث أنه دعا وبشكل صارخ للتمرد على ما سمعه هذا التلميذ وعلى ما تعلمه، وقال له لا ترد علينا، اذهب لذاتك، اصغي لنفسك، أنت أبوك، يعني أنت الأب، ليس يعني هو إلغاء الأبوية أيضا بهاي الجملة، قال من أنت كذا، أنت أبوك. وهذه جملة قوية جدا بالنسبة لمروان قصاب باشي، أنا حقيقة شاهد صادق جدا بدون أي زيادة أو نقصان، وكنت أختلف معه شوي مش كثير، يعني كان يعطي الطالب أو الفنان أو الموهوب بأي صفة نسميها الحرية الكاملة للتفكير في طرائق التعبير، وعدم التورط، وعدم التورط بصيغة الأب، وهذا كان منهجه الحقيقي. وإذا أخذنا مثلا مخرجات التلاميذ اللي تلمذوا على إيد أو تعلموا أو اشتغلوا مع مروان، بلاش تعلموا، اشتغلوا معه، نجد فيه اختلافات كثيرة، ودلالة ذلك في نماذج كثيرة من الغزيين اللي أخذوا مسارات أخرى، يعني في واحد بنص غزة بالبؤس والعنف من الكيان الصهيوني، نجده التجأ إلى الطبيعة ورسم الحيوانات الملونة، فكان يدعوهم فعلا. وأتذكر في شخص سوري اشتغل على اللون الأسود الفحم، وناسي اسمه، أنا يمكن اسمه علي قاف. بالضبط، وهو يختلف تماما يعني عن مزاج مروان قصاب باشا. فمن تورط في مروان قصاب باشا هم الفنانين المكتملين، كان هناك في لذة من الفنان المكتمل مش من الطالب ببعض أعمال الفنانين المتحققين زي مروان، فتورطوا فيهم أيضا، في منهم تورط بزياد دلول، وهذا ليس النموذج اللي نحكي إحنا. فمحمود درويش في قصيدته وصية لشاعر شاب واضح تماما هناك، نعم في جانب سايكولوجي أبوي صحيح، ولكن في دعوة قاسية وواضحة وصارخة لأن يدعو هذا الشاعر، يقول له اكتب الشعر كما لو أنك أنت الوحيد اللي تكتب الشعر في العالم لأول مرة، ولا تأبه لما وصلنا إليه، ولا تصغي لنا، تجاوزنا. فإذا قالوا لك من أنت، قول أنت أبوك، يعني أنت الأب الجديد، وهذه دعوة صارخة للتجاوز، وهذا هو الإبداع. وكذلك فيه هناك تناغم حقيقة ما بين صيغة الرسالة القصيرة الحزينة اللي هي آخر ما تقطر من فم مروان على فراش الموت، وواضح أنه الفن حين يسكن الفنان بشكل داخلي هو يظل معه حتى الممات، وبين حشرجة محمود درويش وتماثلات في القصائد كثيرة. وأنا بدي أذكر حقيقة، حكيت قبل شوي عن ثلاث أنواع من الوصايا، في وصية صائتة اللي صوتها عالي، وصية مهموسة، ووصية صامتة، وهي كلها تمتلك خيط الأبوة. وإذا رجعنا لورا شوي كيف استفاد محمود درويش من الوصايا، من كل الموروث العالمي وصولا إلى القرآن الكريم وقصة يوسف، أنت سميتني يوسف يا أبي وهم رموني في الجب واتهموا الذئبي، وبدأ الأب يوصي، ونجد ظلال ذلك أيضا في وين، في لماذا تركت الحصان وحيدا،
فقال له التصق، التصق بالتراب لا تخف، التصق بالتراب لتنجو. وهذه يعني مسارات واضحة، ولا 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 مكان الآن لأن نقدم محاضرة كاملة عن تحليلات لقصائد محمود درويش من مدائح لحصار البحر عند رحيل وداعية بيروت، مرورا بالجدارية اللي كانت، أنا الجدارية بشوفها هي معادل آخر لما فعله الألماني ريلكا في وصاياه بعد الحرب العالمية الأولى، وهي كتاب بين قوسين كتاب الموت بوصفه حياة. وشكرا. أستاذ عدنان كان عندك سؤال. مطلوب أرد صح. فاتني أن أرحب بالشاعر محمد لصيف والفنان الدكتور خالد خريس والشاعر محمد خضير أيضا. وجودهم كان جانب جميل. أنا يعني أنت أخذت المسألة باتجاه التأثر والتأثير مسار آخر، هي الموضوع الكونسبت الموضوع المحاضرة أو النقاش حول الوصية ومفاهيم الوصية، هل التأثر والتأثير مسار آخر؟ نعم، في بدايات محمود درويش تأثر بالنزارية بالمدرسة النزارية، أي صحيح، ولكنه فيما بعد تجاوز ذلك وصنع المدرسة الدرويشية لحاله، هذه مسألة أخرى. وأكيد في البدايات هناك بسميها استلذاذات أو أفخاخ النص الذي يقع فيه المبدع عندما يعجب بنص فيسقط فيه ويصبح جزء من ظلاله، وفيما بعد من خلال الوعي نجده قد تخلص من هذه الظلال وأصبح صافيا. هاي مسألة أخرى، يعني موضوع آخر، بس الموضوع الأساسي اللي هي موضوع الرسالة الصوتية العاطفية وموضوع رسالة إلى شاعر شاب من محمود درويش، يعني هذول في رابط بينهم. وحكينا عن الوصية، نعم فيها جانب أبوي وفيها جانب، ولكن الموصى إليه يعني المستقبل والباث لهذه الوصية في وعي متقدم آخر، مش أنا اللي بحكيه، تحكيه القصيدة. يعني درويش نعم فيها مسح أبوي، ولكن يرفض الأبوية في القصيدة من أول القصيدة لآخر القصيدة، يرفض هذه الأبوية، بل يدعو هذا الشاعر أن يتمرد. فمسألة التأثر والتأثير وهذه هاي مسار آخر ممكن نحكي فيه طويلا، وبده تجيب الأصل والمرآة والظلال اللي ظهرت باللوحة هذه وين مرجعياتها وين هاي موجودة. شكرا. دكتور خالد خريس، مساء الخير. احنا انت انضمت لنا بعد ما بدت المحاضرة، حديثنا وموضوعنا كان عن الوصية في الأدب والشعر، وتحدث الأستاذ محمد وحكى عن الوصايا في الأدب والشعر، وتناولنا قصيدة محمود درويش ووصية مروان في آخر أيامه للفنانين الشباب وسمعناها قبل شوي. ممكن من خلال تجربتك الدكتور نسمع رأيك في هذا الموضوع، هل إنه الفنان أو المبدع لازم يعيش، أو الشاعر أو الأديب لازم يعيش في جلباب المعلم، ولا لازم يطلع من جلباب المعلم؟ قضية التأثير والتأثر، يعني أنا بتصور أنه على مدى التاريخ كله، تاريخ الفن منذ البدايات ولغاية الآن، بتصور فنانين يتأثروا بفنانين آخرين وفنون تأثرت بفنون أخرى. يعني نأخذ مثال الفن الإسلامي، الفن الإسلامي تأثر بالساساني والبيزنطي
وبعدين فيما بعد شكل شخصيته الخاصة. بعدين بيجي على المستوى الفردي نجد فنانين عديدين يعني تأثروا بأساتذتهم كونهم مثلا حتى في المدارس، يعني فكرة المدرسة بدأت في، كانت أول ما بدأت بدأت في مشغل الفنان مثلا بلاثكي تعلم على أستاذه، فيما بعد تزوج بنته شافوا أستاذه أنه هو رجل نابغة تأثر فيه، لكن يعني فيما بعد تجاوزه. فعملية التأثر والتأثير هي شيء طبيعي جدا، لكن في فرق ما بين التأثر و خلينا نقول اقتباس مثلا أسلوب معين أو السيطرة على أسلوب معين والادعاء أنه هو الإنسان أسلوبه. في أساتذة أثروا على طلبتهم، وأنا بتصور بشكل، في بعضهم بشكل مباشر وآخرين غير مباشر. المباشرة هاي اللي هي تحسب ضد الأستاذ، لأن الأستاذ يجب أن يطلق. طب ليش نحمل المسؤولية للأستاذ؟ لا، هي للأستاذ لسبب، لأن الأستاذ لما يسمح لطالبه إنه هو يتأثر فيه ويقول له شكرا، معناته هو رضي على إنه يقلده. الأستاذ الذكي والأستاذ اللي بيحب لازم ينمي شخصية طالبه أو الفنان اللي معه بدرس معه من خلال ما يجد عنده من يعني ما يجد عنده من قدرات. فبالتالي مسألة التأكيد الشخصية هاي عند الأستاذ مفروض تكون مهمة جدا. في أساتذة كثير أثروا بشكل مباشر، في بعضهم غير بشكل غير مباشر. أنا بالنسبة لي درست الفن وهذا، بحب لما بشوف أستاذ طالب بيحاول يقلدني أو يقلد أستاذ آخر معي في هذا، بقول له لا، أنت شوف في إمكانيات كثيرة عنا إنه نحاول نقدم. مسألة التأثر والتأثير مهمة جدا، وهي تؤثر في أسلوب الفنان أيضا، لأنه أسلوب الفنان هو عدة تراكمات من أشياء كثيرة، ومن ضمنها التأثر في مدارس أخرى. أنا بتصور يعني يمكن الأسلوب القمعي اللي هو فترة لويس وفترة الكلاسيكية الفرنسية، يمكن كان هناك في ديكتاتورية في الفن، وكان في فرض لأسلوب معين أو شيء معين يجب اتباعه. هذا الآن الحكي اندثر وأصبح هناك تأثيرات عالمية. اليوم إحنا في عصر العولمة، ومن خلال الإنترنت الناس بتشوف وبتنقل عن بعضها وبتتأثر في بعضها، لكن أصبح ما الآن موجود عندنا شيء ما يشبه الموضة. هي هاي المشكلة اللي بتجرنا، إنه في موضة في الفن، وهذا الخطر على الفن من هذا التوجه، إنه الكل الآن بيتجه في موضة معينة الكل بيروح لها، بطل في هاي التميز الفردي والقيم الفردية. شكرا. شكرا أستاذ محمد. الأستاذ محمد، شكرا. مساء الخير جميعا. برأيي طبعا أتكلم، أقول بأن الوصية هي شيء من السلطة الناعمة، وقد يكون أعلى الكلام ما أوصى به الجاحظ ذات حياة بأن المعاني ملقاة في الطرقات، كي لا يعني نقع في، كما ورد من الدكتور محمد، أن نقع في جلباب الآخر أو نعيش في جلباب الآخر. وربما ما أفضى إليه غالب هلسة في المقدمة الثالثة لكتاب جماليات المكان لجاستن باشلر، قال بأن النص العالمي أو أفضل نص هو النص الذي حين تقرأ تقول كأن هذا النص هو ما أردت، يعني ما أردت كتابته، ياه سبقني إليه فلان، هذا هو النص العالمي. الآن أن تكرر تجربة من سبقك من الشعراء أو الفنانين، أعتقد بأن الذوبان بشخصية الكبار هؤلاء هو إلغاء لشخصية المبدع. فقط هذا ما أردت قوله، شكرا لكم. شكرا. سريعا أستاذ نزار تفضل. حاول عشان الجو. يعني اسمح لي أستاذ محمد، أنا بدي أسأل الأساتذة الكرام، يعني في قضية الوصية، يعني هل يعني هل هي دعوة بمعنى لترك الذات أن تمارس إبداعاتها الجديدة دون التمثل أو التقليد للآخر كما ذكر الأستاذ قضية الموضة،
هنا مسألة مسألتين، هل هنا المساحات المتاحة هي مساحات تتعلق بالأسلوب أم المضمون؟ هذا جانب. الجانب الآخر بدي أسأل فيه، هل يعني هذا تعني موضوع الوصية وما تحدث أو ما يتحدث به الأسماء اللامعة تعني عدم حق جهة ما أو شخصا ما أو الطابع العام على إيجاد معايير في العمل؟ يعني أنا ممكن الآن يطلع لي فنان يمجد مثلا النشوء الصهيوني مثلا، يرى به مثلا حالة جمالية معينة أو بطولية معينة. هلأ أليس هنالك ضوابط أو معايير في هذه المسألة؟ هل الذاتية اللي أطلقها على عنانها، يعني سنذهب بعيدا في جوانب خطرة للغاية؟ ونحن أستاذ نزار، إحنا بنناقش الوصية بمفهومها الآخر في الفن أوكي والأدب. أوكي أنا اسمح لي أستاذ محمد، أنا فاهم عليك. أنا لست أديبا مختصا، شكرا، يعني لأناقش هذا الجانب، يعني هذا يحتاج إلى أساتذة. أنا أطلقت العنان بناء على وصية الأستاذ، بأن أترك العنان لذاتيتي كما أفهمها فيما سمعت، فلذلك أنا أمارس ذاتية الآن، يعني إذا بتسمح لي، يعني لست على سوية أساتذة في الاختصاص. بسيطة. يعني شكرا كثير، تسلم. تفضل أستاذ محمد. هو واضح أنه في شغف وظمأ لطرح مجموعة موضوعات خارج الكونسبت المطروح، يعني مثلا قضية التأثر والتأثير قضية شائكة وكبيرة، وهي لحالها تحتاج إلى مجموعة من المحاضرات. قضية الذاتية أيضا قضية أخرى. أنا أجيت هون على موضوع محدد، ولكن بإمكاني أن أجيب على تساؤلاتك وهواجسك اللي نحكي فيها. المسألة ليست الذاتية المطلقة أو الموضة أو الركض خلف شيء. كن أنت، هاي السؤال، كيف تكون أنت؟ أول سؤال. عند العرب كان يقول له أنا أريد أن أكون شاعر، يقول له احفظ 1000 بيت يعني ينبسط يحفظهم بسرعة، فيعود إلى الشاعر الفحل ويقول له حفظتهم، يقول له ارجع انساهم. فالإبداع في النسيان مش بما تعلمت، هذه الذاتية المبدعة، الذاتية المبدعة الواعية المصغية للذات الحقيقية، صدقية أو رعشة الإبداع الحقيقية دون التورط بريشة الآخر أو قلم الآخر، وهي يحتاج إلى وعي متقدم جدا. والعالم زي ما حكى الأستاذ محمد خضير أنه المعاني ملقاة بالطريق، والعالم مفتوح لا ينتهي، والفن إجمالا سواء كان شعر أو موسيقى أو فن تشكيلي أو إيش ما كان، هو قائم، أهميته قائم على النقصان، والمثال الأكتاف الجمالي هو الأكتاف الإلهي الذي لا يضاهيه أحد. ومن أول ما بدأ الفن من العصر البدائي إلى الآن ونحن نركض ونستحدث ونجيز ونختزل حتى نصل إلى تنويعات جديدة. الموضوع الآن اللي نحكي فيه بالضبط عشان نحدد الموضوع، اللي هو مش المسألة مش مع يعني مرتبطة بعلو النص أو مش علو، هو وصية شاعر كبير زي محمود درويش، علامة أصبح مدرسة بالشعر العربي، أوكي، يوصي شاعر شاب، ويوصي هاي الوصية بالقصيدة. كل ما يرد بالقصيدة هي ضد الأبوية، هي الوصية يعني النصيحة أستاذ محمد. نعم، الوصية هي النصيحة، ويوصي بشكل يقول تمرد عليه ولا ترتكس لما وصلت إليه أنا الأب ولا كذا، ابحث عن ذاتك. وأذكر هون حدث مع أدونيس في سوريا مع أحد أصدقائي من شعراء الشباب، أدونيس يعني هذا علامة، فمعه نص ومكيف على حاله ورايح عليه، قال له أنا شاعر اقرأ لي شوف لي النص يعني بدي رأيك، فقرأ. قال له قديش عمرك؟ قال له عندي 26 سنة. قال له روح شم رائحتك واكتب، تكتب بالصوفية وعمرك 27 سنة.
شو بدك بالصوفية؟ اكتب حالك. فكل ما أصغيت أي مبدع مهما كان، يعني باية في فنانين فطريين بالعالم تصغي لذاتها لتطرز طريقتها، هاي هي الفنانة، لا تقلد أحد، هي تصغي لذاتها ولا إحساسها باللون وبالأشياء، فتطلع إشي لا يشبه أحد، لا يشبه أحد إلا هي، وهو هذا اللي هو الكرياتيف، الإبداع البيور الصافي. فلذلك يعني محمد نصيف والشعراء الموجودين كلهم والفنانين، يعني احنا نكون نسمع نص شعري على طول ننتبه مين هاد. طب كيف قلنا مين هاد؟ لانه سمعنا كثير نصوص لها ظلال الاخرين، بس هذا تفرد في شيء معين لكي يثير انتباهك وصير تتابعه انه وين راح يوصل. هاي المساله. فاذا كان بالامكان انه الالتزام بمسارب الكونسبت اللي مطروح فقط، وفيما بعد إذا دارت الفنون لديها يعني برامج أخرى لفتح ملفات كثيرة عن التأثر والتأثير وعن كل القضايا، الفن وما هو الفن والموضة والميديا وتأثيراتها السلبية على الفن، هاي مسألة طويلة كثيرة، لأنه صار كل واحد يمتلك ميديا وكل واحد يمتلك بلوك وشاشة وتكست ونص ويبثه للعالم غير آبه بما يفعله النقاد وما يكتبه العالم. ولكن أنا بشكر دارة الفنون حقيقة على إثارة مثل هذه الأسئلة اللي هي الوصية، سميها الوصية المناكفة وليست الوصية الأبوية، وأترحم على روح المبدع الكبير مروان قصاب باشا اللي فعلا أفاد كثير من الشباب في الوطن العربي جميعا وتحديدا في فلسطين وغزة، اللي قدم لهم غير الإبداع أيضا قدم لهم مسارات وخطوط للذهاب إلى أوروبا، وفي منهم الآن علامات فنية بالعالم، وهذه هي رسالة الفنان الإنسانية بالدرجة الأولى التي تشبه، فمن يفعل الجمال عليه أن يشبه الجمال. وشكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ محمد. في الختام بشكركم جميعا لتلبية دعوة دارة الفنون وحضوركم معنا رغم الأجواء وال اللي في الخارج، وبنختم لا نصيحة في الحب لكنها التجربة، لا نصيحة في الشعر لكنها الموهبة، وأخيرا عليك السلام. عليكم السلام.